شايف كيف قويانه؟ يوسف هو اللي مقويها. عم تتصل، العمى شوخها. ميرنا، بمين شادي ظهرك وليه؟ رح نوصل لك لو كنتي باخر الدنيا، فهمتي وليك؟ انا مو ميرنا. لكن مين؟ حاعطيكم العنوان اللي موجوده فيه. هي لعبه تانية ما؟ شو عم تخططوا؟ ماني عم بلعب، سجل العنوان. مع العنوان. الو. ايوه. شارع زكريا بأي منطقة؟ فهمت. بركي كنتي عم تكذبي. بكرة بتعرف. عطتني عنوان ميرنا. معقول يكون؟ لك هي يمكن من الشرطة، أكيد عم يلعبوا فينا لحتى يعرفوا وين نحن بالضبط. لا تقولها يا أخ. ممكن كمان يكونوا ناصبين لنا فخة. ولي لكان شو فكر. قولي لي الحقيقة، عملوا لك شي؟ لا تخافي احكي. لا أصلاً ندموا لأنهم خطفوني، خافوا ورجعوني. والله يوسف لقاها جنب البيت، قام وصلها لهون. غلطنا كتير بسحب الشكوى، ما لازم نتركهم بدون عقاب. بتعرفي أنا حاسة خايفة منهم. أنت شو عم تقول؟ جلنار خايفة على ميرنا، احكي له. أكيد هددوكي ما هيك؟ ممكن تنسى القصة بابا؟ وانت فيكي تنسيها؟ لو سمحت بلا ما نتورط أكتر من هيك. بعدوا عنا، ما عاد بدي شوف حدا منكم بهالبيت. أمي إجوا لنار، ما عاد بدي اسمع اسم ميرنا ولا حدا غيرها. معك حق، بس كل شي صار ما لقيت فيه. تصبحوا على خير. سلم لي على ميرنا. مشي الحال. شو صار؟ راحوا خبروا الشرطة، كانوا بالمخفر. اتصلت بنتهم وحلتها على أساس أنه كانت مع رفقاتها. كتير خايفين، وخاصة هي. ورطنا عالم مالهم ذنب. وأنا كمان ما قدرت أعرف مين اللي جابها لهون. وهي ما بتعرفه. شو عم بيعملوا هالمجانين؟ شو عم بيعملوا؟
مين هي؟ وليش لتتصل فينا؟ اعطيني ايدك. هاتي. صحيح. يا ويلك اذا بدري انك حكيتي بالموضوع لحدا، لا لامك ولا لستك ولا لرفيقتك حتى. فهماني؟ طلعي فيني. والله إذا حدا سمع رح تكون آخرتك على إيدي. إذا حدا زدت لي كلمة أو حتى حكى من ورا ظهري، حسابي حيكون معك أنت، بقتلك. فهمتي؟ فهمت. أكيد حكيت له. حكيت له لخليل كمان. أكيد حكيت له. حكيت لهم كلهم. حكيت لهم كلهم إيه؟ لك شوفي طولت القصة. رايح جيبها، بدي اقتلها. وبركي فخ، لا تكون غبي. ويكون فخ، يا بموتها يا بموت. مسيك. خير يا شو ملينا؟ طالعين فتلة بالسيارة. والله ما بقدر، المعلم عصمت مشدد علي، ممنوع تتحركوا. بالله عن جد، ليش ولا؟ مراء. شو نحن مساجين؟ ها؟ كرمالك، عم نحميك. نحن بتهمنا راحتكم، منخاف على حياتكم.